السلام عليكم. درس الـ11 كيفية صنع اختراع صنعي اختصاصي. اليوم لدينا في نصف ملف أي ملف في الكمبيوتر يمكن القصة عنه اختصاص. مثلا كنت أنا أدخل في ملف أعتقد في منها الاختصاص هذه كنقوم بنشر ديالو وكنديرو في المستجدين كنديرو أوكي كنلصقو ديالكم وبعدها كنقوم بتنظيم كنقوم بإنشاء شكرا على المتابعة. كان يقوم بها أحد من الأشخاص.